حيي العزيز الياس صديقنا والمخلص ووفي مع أصحابه مع أصدقائه مع كل الناس ومحب لا يعرف الحقد ولا يعرف التلوين لأنه دمه خفيف كتير يعني بيمتاز بخفيف دمه مثل ما قلنا سابقا. راح بحييه كرمال صداقته ووفائه وبحييه له لبيته كله لمدامته ولولاده وكله ولأخوته كمان. بنقول له يا قمر الدار هيدي من تلحينه ببيت الدين. كان شاب صغير يعني عبقري الياس بس متواضع. يا قمر الدار سلم على الحبايب، يا قمر الدار اللون للحبايب، يا قمر الدار سلم على الحبايب، يا قمر الدار اللون للحبايب، بيبعتوا مكتوب طمنوا المحبوب وطمنوا قلبه اللي دايب. يا قمر الدار يا عين سلم على الحبايب، يا قمر الدار اللون للحبايب، يا قمر الدار كمان سلم على الحبايب، يا قمر الدار اللون للحبايب، بيبعتوا مكتوب طمنوا المحبوب ويطمن له قلبه اللي دايب. نفسه حلو كتير إليس، وبعدين بيعمل غربي وبيترجم للعربي الغربي كتير لبق وكتير عالمي صار الياس كمان لا يقل عن اخوته ابدا. والله طبعا النجم العظيم استاذ دياس صافي طبعا حبيبتي رجعتيني للستينات وانا بدي اشكر هذا العملاق وانا محبتي لوديع معروفي ما بحياتي إلا ما أعلنت دائما هذا الإنسان الذي صوته لهلأ مثل ما لحد هلأ وصل التاريخ طبعا وقبلي عبد الوهاب أكيد. نعم. هل هذا الصوت من الصعب بيجي يمكن مرادف أو شيء بس أجمل من صوت وديع ولما بتسمعيه على العود صحيح وبالبيت. أنا مع كل شيء تقدم طبعاً بس لما بدي أسمع وديع بعزمه لعندي على البيت أي ولا ميكروفون لأنه الميكروفون مقصر مع وديع الصافي يا مقصر لأنه ما بيخلقش الأنتيميتي هذا الدفع اللي موجود بصوت وديع ما بتسمعي إلا بالأذن قريبة عليه. أنا بشكرك على هالمداخلة العظيمة. طب تسمح لنا نجيب برضو الأستاذ وديع الصافي مرة تانية نشوف هيقول لنا ايه. تفضل الياس الرحباني. موسوعة مهم كتير، هو الثالث يعني بأخته مزبوط يعني 1 2 3 شيء عظيم كتير ما بفرقه عن أخته أبدا لأنه هو عامل لحاله عامل مملكة خاصة بالشعر وباللحن وبكل شيء فنيا ولحن عامل لحن لوديع الصافي من سنة 70 بفتكر بمهرجانات بيت الدين يا قمر الدار سلم على الحبايب لحن حلو كتير كان قبل شيء 23 24 سنة يعني كان. وبعدين الياس الرحباني بينعد من النوابغ يعني كمان حتى لأنه هو لوحده عامل نفسه هاي البطولة فيه. ما أخته طبعا عمالقة ما في شك بس أخته كان عندهم أن يستعينوا مع بعضهم يعني هو أصغر منه بكتير ما كانش يعني لكن هو استقلاليته كمان نفعته وصفى عالمي الياس يعني أغاني كمان ترجمه للغربي وأخذ أوسمي بالغرب يعني سفير طلع للشرق وللغرب الياس عظيم. دباقة حب وتقدير من فنان كبير. أنا بشكرك وبشكر وديع كتير. أستاذ الياس من لبنان وجولة سريعة كده مع كاتب وصحفي وناقد ونشوف هيقولك إيه.
الفنان إلياس رحباني بينتمي لأسرة فنية وثقافية عريقة وبتعيش في وجدان الإنسان العربي، مش في لبنان بس ولكن في كل الأرض العربية. يكفي أن أسرة الرحبانية أنجبت لنا عاصي ومنصور رحباني اللي شكلوا مع قيثارة لبنان ومطربة العرب الكبيرة السيدة فيروز يعني خط جميل في اللحن العربي، كلنا فعلا بنحبه وبنشعر بالعطاء الجميل اللي موجود فيه. يعني إذا كان عاصي ومنصور شكلوا ما كان يسمى في اللحن العربي بالتعبير الجميل لما يتقال من كلمات وألحان الأخوين رحباني وغناء فيروز، كم هايل وتراث جميل من الغناء الجميل ما زلنا حتى اليوم فعلا بنحتفي به. فأعتقد أيضا أن إلياس رحباني ناله من هذا الحب جانب. يعني طبعا اسم إلياس رحباني بيحمل نفس اللقب، بيخلي المستمع لما بيسمع لحن له أو بيشوفه في عمل فني بيشارك في تقديمه بيشعر أن هناك رائحة طيبة قادمة من جبال ووديان لبنان بتأتي من خلال نغم جميل بيحمل توقيع إلياس رحباني. فأنا حقيقي بنتهز الفرصة وبقول لإلياس رحباني يعني أرجو أن أنت تنقل تحياتنا في كل الأرض العربية للسيدة فيروز وللأستاذ الكبير منصور رحباني وأسرة الرحبانية الآخرين بقى اللي في غير مجال الموسيقى، زي زياد رحباني طبعا في مجال الموسيقى، واللي بيشتغلوا في مجال المسرح زي مروان رحباني ومش هقعد أعدد بقى الأسامي، لأنه فعلا دول ناس بيقدمهم فن جميل وبديع. الأستاذ إلياس رحباني، ظهورك بيتكرر كثيرا في الفضائيات العربية وخاصة في الفضائيات اللبنانية زي الـ LBC وزي المستقبل، وكتير من الناس حقيقة لما بتشوفك وانت قاعد على مائدة وحواليك مجموعة من أهل الفكر والفن والغناء والموسيقى وانتوا بتختبروا الأصوات الغنائية الجديدة، كتير من الناس بتتخيل لما بتبقاش عارفة ان اللي موجود على المائدة دي هو إلياس رحباني، وما يعرفوش برضو أحيانا مين اللي قاعدين بجواره، هل هم ملحنين ولا مؤلفين ولا مشتغلين بالموسيقى والغناء. بيفترضوا ان اللي موجود ده على المائدة في مناقشة جامعية، يعني رسالة جامعية بتناقش موضوع قد يكون موضوع في الهندسة الوراثية وقد يكون في الاقتصاد وقد يكون في الطب وقد يكون في مجال صعب. صحيح الغناء والموسيقى شيء مهم جدا في حياتنا، والموسيقى علم وفي لها علماء ومفكرين وكتاب موسيقى على مستوى العالم كله، ولكن اللي أنا بندهش له حقيقي مش أن المحفل ده والجامعة ده بيتكلم في الغناء والموسيقى، ولكن نوعية الغناء والموسيقى اللي بنستمع إليه من خلال هذه المسابقات. طبعا الأغنية الخفيفة هي السائدة، الأغنية السطحية هي السائدة. يعني أنا بشكره. لا صحيح. بس هو بيقول ملحوظة، يعني حكاية إن الأغنية الخفيفة والأغنية السطحية هي السائدة. يعني سائد، ما سائد مظبوط، يعني سائدة كيف جابريننا فيها، يعني هو موضح. طب وهل ده يعني حضرتك بتقدمه من خلال برنامجك اللي بتقدمه؟ لا انا ما اي، لا برنامج قال ما بعرف اي برنامج، بعرف انه في مجموعه وقال انه بيحكي طب وكذا. اوكي معه حق. بس مش بالبرنامج اللي انا مره اشتركت باستديو الفن. نعم. اللي غنوا اغاني لعبد الوهاب ولا بس يمكن عم يحكي عن الاغاني، انا من انتبهت اذا عم يحكي عن الاغاني اللي ماشي في السوق. بيقول اللي بتقدم من خلال برنامجك. ما عندي برنامج. سوبر ستار. سوبر ستار عم بيغنوا لعبد الوهاب، وغنوا لأم كلثوم، وغنوا لفايزة أحمد، وغنوا لفيروز ولوديع. بس المغني المشتركين، نحن قلت هذا البرنامج برنامج ديمقراطي، مسموح لأي إنسان يجي يعمل مرح، يتسلى، وبعدين على أساس مثل ما ظهر بالحلقة، ما بعرف برنامجنا اللي عم نحكي فيه امتى سيوزع،
لأما لما شفت أنا الحلقة أنا عارف شو راح يصير. كان في شوك للناس إنه يطلع 11 كل حلقة في 11 مغني وال11 يطلعوا جيدين. شيء بيخوف لأنه ما غنوش إلا 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 أغاني إلى قيمة، أغاني وصوتهم وطرب وراح تشوفوهن عم يشوفوهن على الشاشة. وأنا بالعكس أنا مرتاح لأنه سيصنع صدمة في تغير الإنتاجي. لأنه بدأت شركات تسأل فلان مع مين ماضي، مين كيف نقدر ناخد، عم يتعاطوا مع الفيوتشر وبيسألوني إلي، فنحن راح نكون شوي صعبين مشان بس نوجه انه الاغاني تكون جيده مشان صالح العرب. جميل. إلى آخره. حقيقة هاللحنين هودي لما كنت بإيطاليا عم بعزف بالأوتيلات والنوادي الليلية وبقاعات هيك، كانت الناس عم ترقص مثلا على الكومبارسيتا إلى آخره. فكنت أنا دايما حنيني للبنان وكوني عربي، كنت أعزف كمان هودي الالحان. وصدقوني الناس اللي كانوا عم يرقصوا الاجانب كانوا مبسوطين بالموسيقى وكانه ملحن عالمي عاملهم. فانا بس بدي اسال خي الياس انه ربما بهالظروف اللي تغيرت هالايام، يعني طريقه التعامل مع المنتجين والمطربين والملحنين والى اخره، انه ليش ما بنرجع هيك نسمع من خي الياس هالابداعات هيدي يلي فيها وجدانيه ويلي فيها تامل موسيقي؟ يا ترى شو جوابك خي الياس؟ طبعا الموسيقي المعروف احسان المنذر واللي ليه اعمال جميله جدا كلنا بنحب نسمعها، وهو ملحن على فكره تتر برنامجنا ساعه صفا اللي كتير من المشاهدين سالونا من هو مؤلف هذه الموسيقى، هو الأستاذ أحسان المنذر اللي كنت بتشوفوه دلوقتي وبيوجه لك هذا السؤال. أنا أحسان من الأشخاص اللي عنده هدوء نفسي ومحب. وتعرفت عليه كان مرة عم يعزف لأول مرة بشوفه، كان يعزف غربي ويغني غربي ببيروت بوتيغا دال تورو. بوتيغا دال تورو ما بعرف. وشفته وتعرفت عليه، كان اسمه سوني، يسمي حاله سوني. وحكيت معه ومرق الوقت وفجاه شفته عم بيلحن. واحسان من المذوقين من الالحان اللي بيعملها، مثل ما لحن لماجده ولا غيرها، وعنده ثقافه موسيقيه وانسان طيب. وشفتي الناس كيف بتكون. شو ماذا يمنع ان يكونوا الناس في هذه العقليه؟ صحيح. يعني هو صديق لي، انا بلحن وهو بلحن ودائما ولكنه يقول، يعني يقول كلمه الحق ويقول ان قد ايه اللحن جميل وكمان كان هو نفسه لا كان ممكن ما يعزفه. انا بقول لك صراحه، صحيح، ممكن واحد غير احسان منذر بيقول انا ليه بدي اعزف للياس رحباني؟ في كثير هيك، لانه انسان طيب. لو ما في طيبه بعدين خينا احسان، انا ما هديته اخر سي دي، هو مش عارف. يعني انا في عندي عاشق باريس، لامورو دو باري، مليان من الاغاني من الموسيقى الرومانسيه بمستوى حبيبتي ومستوى يعني. ويا ريت بكره. لا واحنا منتظرين احنا كمان علشان تهدينا برضه بالمجموعه دي. اكيد اكيد. بقى لا موجود، وهلا الكميه كبيره جدا اللي بدها تظهر.
بعده سيديات، يعني في موسيقى وفي موسيقى بلوز على كمان شويه كول ميوزك، عرفتي كيف؟ يعني ده الجديد اللي هتقول له عليه اللي هتهدف. في هيدا وفي واحد تاني فيستا، يعني هتسمعي فرح وموسيقى رومانسيه على الايقاعات. المذيعه المتالقه صفاء، اهلا بك في بلدك لبنان. شكرا. بودي سؤال الملحن الكبير الياس رحباني، شو رايك في هالكليبات؟ هالكليبات يلي بتتكلف مليون دولار. أيوة. انا بقرا زي اللهجه اللبناني. أيوة. هل حقا تستحق؟ وليش ما بيقوموا بها بهالملايين تصوير بسيط مزبوط. لاغاني تعيش بالله عليك، هل تسمع كليب بمليون دولار ولا اغنيه الفيروز ولا حليم ولا ست ام كلثوم ولا عبد الوهاب تتكلف ملاليم؟ وايش اخبار لائحه الارهابيه التي تنوي ان تطلعها هذا العام؟ الاسم سوما جبيل بيروت. سوما جبيل بيروت. انا بدي اشكرك سميه. سميه سوما. 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 انا بدي اشكرك يا سوما جدا انك حافظه الاشياء الجيده بالحياه. وبحب الفت نظرها لسوما، هي اللي عم بكلف. نعم. يعني انا بخاف اقول الرقم، 8 اغاني. بعض. نعم. الاشخاص. نعم. يدفعون حوالي مليون دولار على 8 اغاني. المصريين المخرجين المصريين يستميتون لكي يصوروا فيلم سينمائي بمليون دولار. صحيح. وعملوه مساكين بال 400,000 دولار وال 500,000 دولار. صحيح. مليون دولار، نحن نصنع 5 مسرحيات للتاريخ بمليون دولار، ويسترد هذا الدائن لنا، يسترد الملايين ملايين، ولكن نفتش عن منتج لمسرحية ونشعر بخجل مرات. عرفتي كيف؟ هذا سؤال للأخ اللي من ساعات. حكينا. كتب انه ما بعرف شو استعمار، انت بتحب الاستعمار عم تنشد، لانه هذه الاموال التي تصرف اليوم، السي دي بكلف حبيبتي 8 اغاني، ممكن يكلف بس من 40,000 ومن 30,000 حسب. انا يمكن اتبرع بفلوسي. نعم. للمغني إذا جاي عائلته أو حدا وضعيف، وكل عمري أعملها. نعم. ادفع حبيبي حق الأوركسترا. نعم. وأجار الاستوديو. أيوه. أوكي. نعم. بس بيوصل تنقول ممكن يا ستي للمية وخمسين. بس ليش عم يدفعوا 500,000 دولار و600,000 دولار و700,000 دولار و1,500,000 دولار؟ أوكي. والكليب ليش بده يكلف؟ الفيلم المصري بده يكلف 300,000 دولار. وهي الكليب بيروحوا بيصوروه بالبرازيل بأمريكا، الهند، ولا يعني هذا لا من قريب ولا من بعيد بخص الفيلم. بخص المحتوى، اول شيء انا 5,000 دولار بحب اقول للمشاهدين. خلى تكون قد ما بيغلى، كل ما غلي السعر بالفيلم. نعم. بالكليب، كل ما كانت الاغنيه سخيفه، كل ما غلي على الصورة. السعر يعني عم بغطوا، لانه قلت لك اغلب مين بيقرر؟ اللي بيقرر هو المغني. والمغني زي ما قلت لك انه ما بيفكر كثير، بيفكر بنفسه، ما بيفكر باللي وراه، يعني بفكره. اليوم الاغنيه الجيده واللحن الجيد، انا باكد يوقفوا المطربه مثل ما بتوقف ام كلثوم على الشاشه، وحطوا لها ضوء ازرق، ضوء احمر، ضوء شوي وشوي، وتغني جمال. وانا بقول لك انه هاي الاغنيه رح تبقى للتاريخ. وكل الاغاني من التسعين سقطوا سقطوا بعد لما انتهوا من وجودهم على التلفزيون. شو بدي اقول لك؟ ياس رحباني حاله ابداع ساكته بهالزمن للاسف. منشوف الياس ببعض الأقنية التلفزيونية، على بعض المحطات عم بشوفه بشكل هو قاصد يخلينا نبتسم، لأنه الياس مرح كتير.
الياس يمكن لأنه بيرفض يكون مش هو بفنه، بيرفض يكون ما بيشبع حدا، صار ساكت هالقد. وأنا عتبي على الياس مثل ما عتبي عنها وعلى كتير من المبدعين، ساكتين. صار لازم تتغير الأشياء ويتغيروا الناس. بدي أوجه كلمة لصديقي وخيي وزميلي من 40 سنة، الأستاذ الياس رحباني. الياس اللي ما حكيته أنا أنت فيك تحكيه. أنا بعرف وجعك وبعرفك بمواقفك وإيمانك بفنك بخليك توقف مواقف جريئة. بتأمل تكون جريء الليلة وانت تحكي عنا كلنا، لأنك أوعى من كل الناس الفنانين انك تعرف شو لازم تحكي. هاو أصدقاء، أنا بحب أقول لك شغلي. نعم. عم نفضح لك كل شيء. إلي شويري، نعم. أحسن منذر، نور الملاح. أوكي. يكفي وطن أن يكون له ثلاث مغني مؤلف واحد أو مؤلفين أو ثلاثة، مش بالكثرة. مصر كانت 70 مليون، كان أيام عبد الوهاب، مين في 5 6. نعم. نعم. مش هيك؟ نعم. كافي. بولونيا شوبان صار له 200 سنة صحيح. عايشة عليه بولونيا. نعم. فكسرت الملحنين. نعم. أنا عندي ليستا. نعم. على طول حاطت فيها إلي شويري، حاطت الملاح، حاطت إحسان منذر، حاطت بعد شخصين، وحاسب الرحبانيين كلهم ملحن واحد. نعم. إنه منقول والرحابنة. نعم. أنا عندي هي حاضرة. هو يكفو الشرق الأوسط كله. نعم. إلي مجروح، إحسان مجروح، نور الملاح مجروح، وإن شاء الله ما يكون خانتني ذاكرتي من ملحن ثاني أو ثالث. نعم. بعد أكثر موجودين، بس أنا معي لائحة بهالأسماء حطتها مرات كثير بحملها من شان فرجيها، بقول لهم وين هالأشخاص أيها المنتجون. صحيح. وما يقولوا في موضة. نعم. مش موضة. لا. الموسيقى هي ولادة جمالية في كل لحظة. صحيح. وهذا شغلتنا. إذا إلي ما بيوزع أنا بوزع له، بتبرع له بالتوزيع، أو نعم. ابني غسان أو جاد. نعم. أو نور الملاح أنا عم دافع، ما بشوفه لنور ولا صديق من بعيد، بنشوفه مرات كل 3 سنين. نعم. أنا تقلك أنه بقول الحقيقة، هم ملحنين ورفيق حبيقة كمان اللي عمل أغاني مشهورة جدا لسميرة توفيق وعايش عصر. وين بتروح؟ اليوم بالموسيقى ما لا تخاطر الموسيقى. يعني لا تهرم، ما الإنسان لا يهرم خارجيا. ما تكبرش في السن، ما تكبرش الفكر. لا يكبر، كل ما كبر الإنسان وهو في خبرة وحكمة. نعم. وفي وعي كامل. يعني لازم نستفيد منه. جون ويليامز بأمريكا اخترع اخترع نوع من الموسيقى اسمه موسيقى الفضاء، هي لإيتي فيلم إيتي. أوكي. وأفلام تانية. كان عمره بالسبعين، 75 سنة. مش ولد الاخترع، ما فيش ولد وكبير بالموسيقى. في إنسان ممكن يعطي بال20 سنة عطاء، وممكن ما يعطي، وممكن يعطي بال70 سنة. فكل يعني الإنارة الضوء على هالحكي للعالم العربي. نعم. منشان نخلص من المنظرين الكاذبين. إنه الفن يبقى في ولادة دائمة، في ولادة حديثة. بيقول فنانة صفاء أبو سعود، لقد علمت أداك بصدد استضافة آخر عنقود الرحبانية الحقيقية، وبنشكرك على هذه اللفتة الذكية، وسعداء كثيرا بالأستاذ الياس الرحباني. ومتى سنشاهد النجمة فيروز في ساعة صفا؟ إن شاء الله أتمنى قريب. ولي سؤال بودي طرحه علي، لماذا أنت حزين رغم ابتسامتك الدائمة؟ وماذا عن ذكر
ذكرياتك مع موسيقار محمد عبد الوهاب، واعتقد احنا قلنا المنطقه دي، وهل استمعت الى حوار نوال الزغبي في التلفزيون عن اكتشافها مكان في امريكا للتصوير؟ رضوى علي ماهر، امريكا. مخدوم خفيف الظلم. اولا رضوى قالت انت حضرتك تبدو دايما مبتسم ولكن تشعر ان جواك حزين. انا عندي حزن، انا في انا اعترفت لك انه انا عندي طبيعه شوي حزينه بس بنتصر عليها دايما وبحب اعطي الفرح للاخرين. نعم. مثل ما كثير انا بشكر على المكتوب. وبعدين اكتشفت شيء جديد نوال زغبي. هي قالت اكتشفت مكان جديد للتصوير عشان تصور. كل البرازيل يعني. في امريكا. بامريكا. الله يوفق. يعني نحن بنحب انه اللبنانيه مثل كريستوف كولومبوس نكتشف اراضي جديده بالارض. كريستوف كولومبوس جديد يعني. لا انه يعني حلو واحد يكتشف. حلو جدا يعني. يعني انا برضو مش فاهمه، انا بتهيألي ان حضرتك فاهم اللي بعت الفاكس ده تقصد ايه، لان في كده لغه ما بعرف يمكن ما بعرف اذا نفسه يعني طريقته عنده روح مرحة. دي واحده اسمها رضوى من امريكا. يعني بتقول ان إيه ما بعرف اكتشفت يا ريت حاطه تليفونها مكان حلو في امريكا للتصوير. ايه راي حضرتك؟ نحن اذا اكتشفنا رقم التليفون نتصل فيها نشوف شو القصد. حاضر. لا انت عارف القصد، انت عارف القصد بذكائك الفطري. لا انا بفكر انا عم بحصل هلا انه عم لما بيقول الانسان اكتشفت مطرح او اكتشفنا البرازيل لانه عمره الاف السنين. انه يمكن هيدي عم تعلق، في ناس لهم حق يعني علقوا. شفتوا شو قالوا مثلا في ما يعني رسالات رسائل كاتبه عني شغلات، كل واحد بيتحمل لانه نحن الناس مجبورين نحملهم. يعني اذا غلطوا معك او ما غلطوا او نقدوا للانسان معلش ما يعني فيها خفه ظلم يعني لا يمكن قصدها تقول انه يعني الاغنيه دلوقتي بقت محتاجه ان كل مطرب يروح يكتشف له مكان في دوله اخرى علشان يفرق عن الدوله الثانيه. هيدا منشان ننهي. اذا ما فيش الها موضوع بخص المنطقه اللي رايحه عليها تنمير على العالم وكذب بس لصرف الفلوس، لانه يوجد منتجين عرب يصرفون بدل ما يحطوهم للامريكان. لا بدي رد على الشخص اللي قال لي هذيك ساعه انه ليش انت عم تقول خلي العرب يدفعوا مجلس الامن؟ لهم الشرف يدفعوا مجلس الامن، لانه هذا غشيم اللي عم يحكي، ما فيش مخ. لانه لما بيدفعوا العرب بيسيطروا على مجلس الامن، الفلوس تسيطر اينما كان. لما اليوم لو دفعوا 5 مليارات دولار من 20 سنه كنه لقينا للكانسر ولقينا، لانه هي عمليه اموال. نعم ضخ اموال. كم كلفت الاكتشاف لاهم امراض هلا كلفت مليارين و800 الف دولار. يعني تصوري زهيدي امام هذا الحدث. يعني عم يصعد من هون العراق وتاني يوم ويكذبوا انه هن سيقاومون وبيطلع خبر. يعني خلينا نكون واعيين. فكل هالمصاريف كله هيدا مصاريف البزخ مش موجود في العالم المنتج. وبدي اقول شغله قبل ما ننهي. هذا الكون هلا وصاعدا من دلوقت على المصري يقسم الى قسمين، قسم منتج وقسم غير منتج. والغير منتج سيبقى منحني الراس وسيبقى ذليل الى ان ينتج. وقال السيد المسيح: من ليس له يؤخذ منه ومن له يعطى ويزاد. فيتفضلوا مش يقول نحن خلقنا والله هيك وبدنا شو بخصهم فينا. لا، في ناس عم تتعب عنك بهذا الكون بدك تشاركهم اتعابهم. مش بتكب الفلوس بالمليارين دولار تيتسلى واحد يسافر. لا، روح في ناس عم بتموت اعطيهم لناس. روحوا فتشوا بالعالم قديش عاوز العالم. قديش بدو يدفعوا فلوس ما راح يضلوا اغنية معهم فلوس. خلينا نوعى شوي مش يقول ما نحن بلد حلو. واذا بلد حلو ساهم بحاله عم نقتله نحن بلداننا الحلوه. حرام هالحكي. ما خلص اردنا او لا نريد
في قسمين، قسم منتج يجب أن ننتمي إذا هذا البلد المنتج، إذا هذا القسم المنتج، لكي نقف أمام الكون الآتي. نتمنى أن كل العرب وكل الموجودين في هذا البلد يكونوا منتجين، وإن شاء الله كل الأمور دي تتحل بالمحبة والسلام والتوفيق بينهم كلهم وبين بعض. أستاذ إلياس، الصبح طلع، ماذا يمثل لك هذا الصباح الباكر الجميل؟ هذا الصباح اللي بقول لك صراحة فوق 30 سنة مش شايفه. ده أنا يعني أنا سعيدة على وجهك الجميل. الله يخليك. يعني تصور شو حلو بعد 30 سنة يطل الفجر وفي فجر أمامه. الله يخليك، كلك ذوق والله. وكان في قمر شفته من شوي. نعم. سافر. لا. خلاص بقى. لا استحى منك. يا خبر. واختشى وراح. بقى حقيقة لا بس صحيح يمثل لك إيه؟ ذكرني أيام لبنان قبل الحرب. نعم. لما كنت روح على الصيد. الصيد. بدري في الفجر. كنت روح وأشهد الصباح في سهل البقاع. نعم. ولبنان سهل البقاع من أجمل المناطق الأماكن اللي موجودة في لبنان. لما بتشوفي الشمس بلشت تضيء السهول والطيور تبلش هيك الطيور تطلع بالسماء. طبعا. وشو بدي اقول لك، حلم يعني بيشوف الإنسان أوقات. نعم. يمكن الأحلام مرات بيشوفها باليقظة. وهلا شفنا اليوم حلم باليقظة. الله يخليك. أستاذ إلياس، عندنا سؤال تقليدي في آخر الحلقة. سؤال توجهه الآن. نعم. ماذا تقول ولمن توجه السؤال؟ يعني في نهاية الحلقة تحب تقول لمين سؤال دلوقتي؟ أنا؟ توجهه لمين وتقول إيه؟ بقول لأخواننا العرب، لأنه عندنا مشاكل هلا شرق أوسطية مخيفة. نعم. بحب أقول بس تخلص، مش عارف كيف رح تخلص. نحن عم نقول عندما تنتهي هذه الهزة الأرضية أرجو أن نحكم العقل. نعم. ونفكر بأنه لدينا شباب متعلم جيد. نعم. جدا. نعم. أن نبني لهم حقول تجارب. وما نخسرهم، لأنه رح نخسر أنفسنا. والموسيقى ترتقي بالأوطان إن شاء الله. وتنزل الأوطان إلى جهنم. فأرجو من المنتجين إنهم بوعيهم الكامل ينتجون السيء، وهم يسمعوا صار 20 سنة بنحكي وعارفين عم ينتجوا سيء. فأرجو، لأنه الأوطان اللي هي بيقولوا عنها عالم أول، لأنها بموسيقاها هي الأولى مش بالمال. العرب أغنى من أي دولة في العالم. فأرجو من المنتجين أن يتعاونوا مع فنانين يرفعون هذا الشرق.